وقعت هيئة الترفيه بالشراكة مع ام بي سي اكاديمي او اكاديمية ام بي سي الجولة الثانية الإبداعية لاكتشاف المواهب حول المملكة. بدأت الجولة من مدينة جدة وستستكمل طريقها إلى بقية مناطق المملكة، وهذه الجولة تستهدف تحديدا المواهب الترفيهية والإعلامية، المواهب البارعة التي ستوفر لها هذه الجولة فرصة أن تكتشف وأن تعمل في المجال الذي تحبه. شفنا مواهب عديدة متفردة ما بين الغناء والتمثيل والإنتاج والإخراج وغيرها، ولأمانة صدمت من المستوى الجميل جدا اللي قدمته المواهب. بعض المواهب كانت تحتاج إلى تجهيز أكثر، إعداد أكثر. دائما نحرص ونأكد على الناس اللي حابة تقدم مواهبها إنها تحرص على عامل الوقت المحدد وإنه العدد محدود، فنحرص عليهم جدا يجوا جدا مستعدين ومحظين لهذه تجارب الأداء اللي موجودة عندنا. بصراحة أول يوم كنا شوية محبطين، ما كانت الـ 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 كل المواهب يعني تلفت الانتباه. ثاني يوم الأداء كان جدا جدا جميل، احترنا من نختار، مرت علينا مواهب أبهرتنا فعلا. أكثر موهبة لفتت نظرك حبيتها؟ في مواهب كثيرة. صغيرة اللي غنت. صغيرة اللي غنت. تعالي تعالي عادي تعالي، هذه أكثر موهبة بصراحة لفتتني بشكل كبير. هاجر ما شاء الله صوت جميل، صوت متزن، عمرها صغير ولكن عارفة إيش بتعمل، عارفة إيش بتغني. اختياراتها أيضا، انتقاءاتها للأغاني كانت جدا جميلة. أنا طلبت منها أنه تركز على دراستها بشكل أكبر. مئات المواهب تقبل على المشاركة في هذا النوع من المسابقات، خاصة التي تدعم المواهب الإبداعية الترفيهية والإعلامية. لماذا؟ لأن هذه المسابقات تتيح لهم فرصة التعرف على مواهب تشبههم، وأكثر من ذلك خبرات وتدريب وفرص عمل مناسبة جدا، قد تكون فرصة الأحلام. هنا احنا مشتركين والمنافسه شرسه، في البيت احنا ازواج، متفقين؟ لا، عشان انت بتغني ما شاء الله لك 10 سنين، فاليوم ما شاء الله اتفوقت عليه. بس اوعدك المرات الجايه اني حمسحك تمسيح. اديت اللي علي على المسرح وكان تجربه جميله جدا، وراء لجنه الحكم اسعدتني جدا جدا وتفاعل الجمهور. اليوم شاركت في ام بي سي اكاديمي عن موهبه التمثيل، صراحه شفت اشياء مره كثيره رهيبه، وكنت خايفه اني اطلع وما أقدر أقدم زي الناس، بس أنبسط إني تعديت الخوف.